التوكل درجات. سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فقال: التوكل على الله درجات، منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنه لا يألوك خيرا وفضلا، وتعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها.